حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام، بنسلط الضوء الان على اعلان الحي الثقافي كتارة عن فعالياته احتفالا بمناسبة اليوم الوطني للدولة. طبعا تتضمن اكثر من 20 فعالية مستلهمة من تراثنا العريق، مستقصية ملامح حاضرنا ومستشرفة ايضا افاق مستقبلنا، وذلك خلال يومي 18 و19 من شهر ديسمبر الجاري. مزيد من التفاصيل معنا في الاستديو الدكتور خالد السريطي، المدير العام للمؤسسة العامة في الحي الثقافي كتارة. يا مرحبا ومسهلا بك معنا. الله يحييك، نورتنا في الاستديو وتشرفنا بتواجدك. الله يشرف. يا مرحبا ومسهلا فيك دكتور. الله يرحبك. الله يسلمك دكتور. انا ودي اسالك في البدايه، طبعا الكل ينتظر ماذا سياتي به الحي الثقافي كتارة من فعاليات، فلو تعطينا مثلا لمحه عن الاشياء اللي بتقوموا فيها استعدادكم لليوم الوطني ان شاء الله. ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا احنا اللجنة الوطنية شكلناها في الخاصة بكتارة، نعم، لليوم لفعاليات اليوم الوطني. عندنا تقريبا 20 فعالية، نعم، في يوم 18 و19. فعالياتنا طبعا تبتدي قبل هذا الشيء، قبل هذا التاريخ، لان عندنا في يوم 16 عندنا فعاليه كبيره عالميه، الا وهي بندشن اكبر علم في العالم طوله. ما شاء الله. اي نعم، ما شاء الله، اكبر علم في العالم على مستوى العالم. لا هو خلاص في العالم يعني كسرنا الرقم. والله يستاهلون. اي نعم يستاهلون. هذا العلم ان شاء الله كل سنه وتتحفنا بشيء جديد. الله يسلمك. لا والله هم الشباب مجتهدين. بس انا جاني فضول الحين قبل لا تكمل دكتور، وين بيكون ممتد يعني بيغطي هالمساحه الضخمه؟ ان شاء الله. هو طال عمرك العلم هذا طوله كيلو. ما شاء الله. في نص كيلو. ما شاء الله. احنا كنا طبعا لقينا صعوبات في يعني في وضعه في على ارض منبسطه. نعم. فكرنا ان نحط على تلال كتارة. نعم. لكن لجنة جنس يبون أرض منبسطة مستوية، فقلنا بنحطها في البحر، بنمده في البحر مع أصياخ وتيره محامل يعني تشده. فطبعا هذا الموضوع بعد كان صعب جدا عشان الرياح وإلى ذلك يعني. ايه. نعم. فعقب ارتأينا أن احنا نحطه وراء منطقة الجولف. ورا منطقة الجولف وبدأنا فيه وانتهى المشروع طبعا 90% منه، وبيكون يوم 16 يوم الساعة 5 وبيكون الجمهور هناك متواجد. يعني ما راح يكون على البحر، راح يكون ورا منطقة الجولف. اي نعم. طبعا العلم كبير، يعني القماش جبناه من ألمانيا طيارتين 9 طن. ما شاء الله. القماش 9 طن. ما شاء الله. كم استغرق بناء او خياطة هذا العلم؟ طبعا من تقريبا احنا من قبل شهر وشوي هم بادين. نعم. راح السيد مقيم الخيارين المانيا واختار القماش، ودخلنا مع المتحجبه في صناعه الادعم العلم. ف 90% طبعا من العلم الان جاهز ان شاء الله، بس في الايام القليله هذه نكون انتهينا من العلم بالكامل ان شاء الله. ان شاء الله. دكتور خالد، انت ذكرت لي اكثر من 20 فعاليه تقريبا. نعم. عندكم اكيد يقع على عاتقكم مسؤوليه كبيره، ان شلون اختار اجمل فعاليه او الفعاليه، طبعا فعاليات كثيره، لكن شلون اخترتوا ال 20 فعاليه انها تكون محط الانظار او جذب السياح او سواء المواطنين، جذب الناس انهم يجون يحضرون هالفعاليات، شلون تم اختيارها؟ احنا شكلنا لجنه وطنيه خاصه بكتارة، كانت معظم الفعاليات تعرض على هذه اللجنه، والفعاليات اللي هي يعني بعيده عن اليوم الوطني او بعيده عن الوطنيه كنا نستبعدها. نعم. عندنا وتمخض طبعا اجتماع هذه اللجنه على 20 فعاليه، من بينها طبعا احنا بيشاركونا الحرس الاميري في 3 فعاليات. نعم. عرض عسكري يعني. بتكون في الحي الثقافي كتارة. في الحي الثقافي عرض عسكري. ايه. عرض ايضا صامت. ايضا اطلاق نار بالبندقيه. ايضا عندنا استعراض الخيول 14 خيل بالتجول على شاطئ كتارة، وايضا بالنسبه للجمهور ايضا اذا
يبي يركب الخيل تقصد؟ نعم. يركب الخيل وحتى للمقيمين إذا يبي يركب الخيل ويبي يصور بالزي القطري. نعم. فأيضا عندنا الحرس الأميري أيضا لها مثل ما قلت لك عرض بالبنادق. الأخوية بيشاركونا. نعم. بالاستعراض المظلين. وفي أيضا الترايك اللي يركبون. كورنيش ثاني سووه في قطارة. لحظة أنا أنضحت في الطوشة ما أعرف شنو الترايك اللي تقصده. ترايك الدراجة بس تطير. أي الدراجة اللي تطير أوكي. أي نعم هاي حتى حق. ثلاث تواير مع مروحة. أي مع مروحة وحتى شو اسمه حتى مفتوح للجمهور. ما شاء الله. إذا يبي حق شخصين. أوكي. بس والدر... بيكون مع المدرب يعني. أي لا أكيد لا لا سيفتي. السيفتي إز فيرست. وش اسمه ال. الدراجة هذه تطلع دخان دخان لون علم قطر. نعم نعم. فأيضا عندنا من اللي بندشنا إن شاء الله في الكتاب طوله 7 أمتار وعرضه 4 أمتار كتاب مسمينا إحنا الولاء. هذا العام شنو يحتوي عليه هذا الكتاب؟ هذا الكتاب يطول عمر إحنا سويناه العام. أي واحد وده يكتب كلمة عن الوطن وحب الوطن. نعم. يكتبه. نعم. وكتاب كبير نخش احنا ونطلع السنه اللي عقب ما شاء الله تبارك الله. الفكره حلوه وايد. ويجي ويقرا ايش كتب. نعم. هو العام او ايش كتب ابوه. نعم. او ويستمر عقب سنين وبنيه يشوف ايش كتب جده. حلو دكتور لو انه بعد ان شاء الله ما يخلص هذا خلاص انه عقب سنه من السنين تخلونه في الحي الثقافي كتاره وانه يكون مسكر وعليه زجاج وان الناس تجي وتشوف اللي كتبته قبل 5 سنين اذا الله اعطاهم العمر يعني واعطانا وياهم. لا هو احنا ما نتكلم عن 5 سنين طال عمرك، احنا نتكلم عن عشرات السنين. ما شاء الله تبارك الله. إيه هذا بنحتفظ فيه وبيكون إرث يعني. بيكون إرث للحي الثقافي. في فعالية. نعم. أنا اليوم الوطن اللي طاف كنت أتمشى في كتارة في فعالية أشوف جمهور كبير عليها اللي هي اللوحة وتحط نقطة. يعني تخيل فعالية بسيطة. لوحة رسم تحط نقطة. إيه هاي مليون نقطة. مش طبيعية معناها يعني. لوحة مليون نقطة. كسبت يعني. هاي في رمضان طال عمرك. ما شاء الله. في رمضان. في رمضان. إيه في رمضان وبتنتهي اللوحة بآية عقب. يسويها ما الفنة. شاء الله تبارك الرحمن. ايضا عندنا طول العمر فعاليات. انت شفت المهرجان اللي صار عندنا في كتاره. نعم. مهرجان المحامي التقليديه. اي بالضبط. طبعا في 3 أيام حضروا عندنا تقريبا 500,000. ما شاء الله تبارك الرحمن. دشنا فيه محمل اسمه محمل فتح الخير. اي اللي هو راح يروح يوصل يوم الوطني. راح هو يوصل يوم الوطني. طلع خطف. طلع بيوصل يوم الوطني. ودشنا سمو الامير الوالد. واصلا هذه الفكره جات من سمو الامير الوالد في المهرجان الثاني. نعم. فبيكون قفاله عندنا. نعم. بيكون في الكورنيش. بيكون في اليوم الوطني. في اليوم الوطني بيكون على الكورنيش. الكورنيش العام. على أساس العروض. والعصر بيخطف من هناك وبيقفل عندنا في كتارة. في كتارة بيستقبلون الأهالي والأمهات والعيال سبحان يعني لأنهم صار لهم الآن تقريبا 28 يوم في البحر. ما شاء الله تبارك الله. ولاقوا صعوباتهم. إشراع انشق والسكان انكسر الله يردهم السلام. مشاكل يعني صادتهم صعوبات وتقلبوا عليها يعني. وعندنا أيضا فعاليات عديدة عديدة عندنا. إحنا بندشن كتاب الكتاب للمؤسس الجليل. نعم. في القول الجميل في المؤسس الجليل. عندنا فعاليات بنطلق 8500 بالونة لون أبيض ولون أدعم. نعم. وعندنا بنطلق رغوات كبيرة أحجام مجسمات رغوة. نعم. مثل الصابون. نعم. بس هذه الرغوة تستمر 25 دقيقة في السماء. نعم. ونسلط عليها الضوء. هذه فرصة للمصورين صراحة. صحيح. المصورين احنا مهتمين فيهم خاصة في الأيام هذه. نعم. فرصة لهم. دكتور خالد سليط المدير العام المؤسسة العامة في الحي الثقافي كتارة، ما شاء الله فعالياتكم جدا عديدة. وإن شاء الله يا ربنا مشاهدين يستمتعون فيها وزوروا كتارة وزوروا. نعم. درب الساعي والكرنيش قطر. صحيح. بتكون في تاريخ 18 عروس الخليج مثل ما أنا ذكرت في ديتيالي العصر. نعم. فان شاء الله يا رب ان تحوز على رضاكم. شكرا لك دكتور خالد. الله وبيض الله وجهكم على جهودكم الملحوظه في كتاره. شكرا لكم. الله يوفقكم ان شاء الله. امين ان شاء الله. اذا اعزائي المشاهدين الحين الى فعاليه اخرى وننتقل الى الزميل حمد الفياض اللي بيسلط الضوء على تكريم مجلس اداره قطر الخيريه لمؤسسي وجميع اعضاء مجالس اداره قطر الخيريه. حياك الله يا حمد والكلمه عندك. طبعا
مساك الله بالخير أخوي خالد، مساك الله بالخير أخوي أحمد، مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام. إحنا بالفعل معاكم من قاعة سلوى في فندق شيرة الدوحة لتغطية فعاليات قطر خيرية في حفلها ساس الخير. على مزيد من التفاصيل عن هذا الأمر نستضيف معنا السيد يوسف بن أحمد الكواري، رئيس التنفيذي لقطر خيرية. مساك الله بالخير سيد يوسف. يا مرحبا، حياكم الله، يا مرحبا، جزاكم الله خير على التغطية الطيبة. بالعكس، هذا واجبنا، جزاك الله بالخير. في بداية لقائنا بس حابين نعرف، تعطينا نبذة عن هذا الحفل. بسم الله الرحمن الرحيم. حقا يعني قطر الخيرية من الجمعيات القديمة في قطر، صار لها ما يقرب 30 سنة، وهناك رجال يعني وناس وقفوا وراء هذه الجمعية من تأسيسها من قبل 30 سنة، بذلوا الجهد والوقت من مجالس إدارات متعاقبة. فاحنا اليوم قلنا يعني عملنا حفل سميناه ساس الخير، انهم ساس الخير، يعني الخير اللي احنا فيه الحين، الخير هذا اللي عم العالم في كل مكان، اللي بدا من عشرات السنوات من قبل. احنا الان يعني الليله كرمناهم، مجرد تكريم رمزي نقول لهم جزاكم الله خير، انتم يعني ما قصرتوا، بذلتوا الجهد، واحنا جايين الان نكمل الرساله هذه. وحقا يعني اجتمعنا بهم، كانت يعني جمعة طيبة، ويعني من في ناس من المؤسسين، في ناس من مجالس إدارات تعاقبوا من قبل، وكانت يعني حقا يعني سعادة يعني شملت الجميع. ويعني وكان في نصح من الشيخ عبد الله الدباغ جزاه الله خير، كان ألغى كلمة مثل المكرمين. فيعني يعني كانت بالفعل حاجة جميلة، واحنا نرد لهم نشكرهم والحمد لله. طيب سيد يوسف، من ابرز المكرمين اليوم؟ وقت يعني كرمنا ويغارب 37 شخص، منهم مؤسسين في الاسسوا الجمعيه. طبعا الجمعيه الخيريه كانت في التسعينات تسمى بلجنه كاف اليتيم، ومن ثم تحولت الى جمعيه فيما بعد. في يعني اخوه اسسوها وعلى راسهم الشيخ عبد الله الدباق جزاه الله خير، الرجل هذا اللي بذل الجهد الكبير هو مع اخوانه في ذاك الوقت، حتى احنا الان يعني نقطف الثمره هذه. يعني هالايتام الموجودين، هالخير اللي شمل كل مكان في العالم. فطبعا عندنا ما يقارب 6 مجالس ادارات تعاقبت على قطر الخيريه. مثل ما تعلمون قطر الخيريه هي ما شاء الله جمعيه، مجلس اداره ينتخب من الجمعيه العموميه، وتم انتخاب مجالس ادارات السابقه لما جاء المجلس الحالي اللي هو براسه سعاده الشيخ احمد بن ناصر بن جاسم جزاه الله خير، وهو هاي فكرته جزاه الله خير. ويعني وكانت يعني بالفعل يعني المكرمين اليوم كانوا فرحانين جدا والحمد لله. جزاك الله خير. براشد، 30 عام من العطاء في العمل الخيري، ايش اهم الاعمال اللي حصلت في هذه الفتره؟ وقت يعني ما شاء الله 30 عام هذه يعني جعلت قطر الخيرية تكون يعني رائدة من رواد العمل الخيري في قطر. يعني الحمد لله احنا في قطر هنا عندنا جمعيات كثيرة، وقطر تعودت من يعني من زمان بعمل الخير من ايام المؤسس رحمة الله عليه، وولاة الامور عندنا زام الخير يعني توالوا على الشيء هذا. والشعب القطري بطبيعته شعب يحب الخير ويحب العطاء. حقا يعني احنا نفتخر ان الان عندنا ما يقارب 65 ألف يتيم نكفلهم حول العالم. ما شاء الله. وهذا الرقم يعتبر يعني إيجال قطر الخيرية من أكبر الجمعيات في المنطقة في كفالة الأيتام. علاوة على أن احنا يعني قطر الخيرية يعني عملت عشرات المشاريع، أو نقول يعني قرابة 5000 مسجد أنشئ من في إنشاءات قطر الخيرية حول العالم، قرابة 300 مدرسة، قرابة يعني مشاريع كثيرة، آلاف الأبار. يعني احنا مشاريع قطر الخيرية مشاريع يعني تنمويه، من تدخل في يعني تحولت من رعايه الى تنميه. طيب براشد جزاك الله خير، بالنسبه للمشاريع التنمويه، ما دور قطر الخيريه في العمل الخيري داخل قطر والتنموي داخل قطر بس في عجاله؟ هو حقيقه ان يعني العمل الداخلي، احنا عندنا اداره كامله منشئه في قطر الخيريه تسمى باداره التنميه المحليه، احنا سميناها تنميه. وعندنا مشاريع كثيره احنا بديناها، وعملنا الداخلي يعني الان اعتمد له جزء كبير من وزاره الجمعيه، وركزنا على التنميه الاجتماعيه والاقتصاديه
وبعض الاشياء الاجتماعيه للحق غير المساعدات. غير المساعدات طبعا يعني مفهوم المساعدات احنا عندنا في القطاع الخيريه احنا مفهوم تنموي، يعني الحمد لله معظم القطار في خير، عملنا احنا تنموي اكثر من هو مساعده مباشره. بالضبط. عندنا مشاريع تربويه مثل مشروع انس في هبه ريح، تعزيز القيم، تعزيز القيم موجه للمدارس، طلاب المدارس، في مشروع قدمها يعني احنا اخذنا الاسر المنتجه حولناها لمشروع تجاري وسميناه براند، سميناه قدمها، وهذا مستقبلا راح يكون يعني البراند هذا بيكون بيتعاملنا يعني بيكون دعم لهم في تنميتهم. كذلك عندنا لجنه الذخر، لجنه الذخر هي لجنه ذخر لتنميه للتنميه، يعني احنا نمسك الحالات اللي عندها يعني مشاكل معينه نساعد في تنميتها وتطوير حالتها. جزاك الله الخير، ما قصرت براشد. مشاهدينا الكرام، كان معانا السيد يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر خيرية، أعطانا نبذة عن هذا الحفل وعن ما تقدمه قطر خيرية. جزاهم الله الخير ودائما في العطاء، ونرجع لكم في الاستوديو أخوي خالد وأخوي أحمد. شكرا لك يا حمد. أشكر عادي. شكرا لك يا حمد وضيفك الكريم، ونتمنى التوفيق إن شاء الله للقطر الخيرية وإدارتها في كل الخطوات والمبادرات الخيرية اللي يقومون بها، الله يوفقهم إن شاء الله. يعطيهم الف عافية، صراحة مو مقصرين. نعم. مواضيعنا في ترحيب مستمرة معاكم، وبعد شوي بنتحدث عن احتفالات ذوي الإعاقة مع خالد شعيبي. نعم، وبعد الفاصل راح نتابع الحماس والإثارة في بطولة قطر أندورو الجولة الرابعة في سيلينيو.